السلام عليكم ورحمة الله. بزاف منكم قالوا لي عصام بغينا واحد التطبيق ديال المونتاج اللي نخدموه بالتليفون يكون سهل في الاستعمال ديالو، يكونوا فيه لي اف في بزاف مؤثرات كثيرة، واللي اكثر من هذا يكون فابور. واش ممكن باش تجمع هاد ثلاثة ديال الحوايج في ابليكاسيون واحدة؟ ماشي مستحيل بطبيعة الحال. لقيت لكم الابليكاسيون، قديت بها واحد فيديو صغير شوية غادي نشوفوه، ومن بعد ندوزو الشرح، وان شاء الله كلكم غادي تعلموا المونتاج بدون مشاكل. لكن قبل من هادشي كامل، الا كنتي باقي ما مشتركش معايا في القناه، كنطلب منك انك تشترك وتفعل هذا الجرس الصغير باش توصلك اي تخربيقه كنديرها. وشكرا، ندوز. اذا التطبيق سميتو كين ماستر. اي واحد فيكم دخل البلاير ستور وكتب كين ماستر غادي يطلع لي هاد لابليكاسيون، لكن انا ما كنصحكمش باش تحملوها من تما، لانهم حاطين نسخه مدفوعه. فايلا تيليشارجيتيها وبغيتي تخدم بها اي فيديو، اول حاجه ما غاديش يعطيك كاع المزايا اللي كاينين في البروغرام، وثاني حاجه غادي يلصق لك واحد كين ماستر في الفيديو غتبقى تشوف فيها حياتك كامله. لهذا غتكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش تحملوا التطبيق من النسخة المدفوعة اللي فيها كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشوفوا الواجهة ديال كين ماستر هي هادي. فمني غادي ندخل ليه وغادي نبغي نصيب واحد الفيديو جديد او نمونطي واحد الفيديو جديد، غادي نمشيو للزائد ونكليكيو عليها بهذا الشكل، وهنا كيعطيني الفورما ديال الفيديو كيفاش بغيتها، واش بغيتها افقية ولا عمودية ولا على شكل مربع. فالافقية بطبيعة الحال هي اللي كتعطينا الشاشة كاملة، واللي عمودية هي اللي كتكون في لي ستوري ديال الانستغرام او ديال الفيسبوك او شي حاجة بحال هكا. وعندنا ديك مربعة ما عرفتش واش كتصلح، لان شاشة مربعة غادي تكون شيئا ما صغيرة. حنا اللي كيهمنا من هادشي كامل هو اننا غادي نجربو الافق، فغادي ندخلو الافقي بهذا الشكل هذا، وكيتعطانا لهاد الواجهة اللي هي صراحة بسيطة بزاف. فاول حاجة غادي نوريها لكم، اللي عنده تصاور وبغى يردهم فيديو، يعني غادي نجمع واحد المجموعة ديال التصاور وغادي نردها على شكل فيديو. فالطريقة سهلة، أول حاجة غادي نديرها هي نمشي للميديا، نكليك على ميديا ونمشي نجبد التصاور اللي بغيت نخدم. مثلا غادي ناخد على سبيل المثال أنايا شي 3 أو 4 ديال التصاور باش نديرو بهم تجربة، مثلا هادي هادي وهادي، وغنديرو أوكي. ملي كدير أوكي التصاور كيتشارجاو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا الان، كل تصويره على حيله. فالتصويره عندي الحق انني مثلا نمشي نقاد لها الاضاءه ديالها، نزيد لها في الكولور ديالها. مثلا لو بغيت نقاد الاضاءه عندنا لي فلتر ديال الكولور هنايا، فيكفي انا ندخل وكنلقى بزاف ديال لي فلتر كيف ما كتشوفوا معايا الان، الصوره كتبدل، عندني بزاف ديال الفلترات، وغنشوف انا الشكل اللي كيريحني وندير اوكي ونخرج ونمشي للصوره الثانيه. وبهذا الشكل هذا نبقى غادي الفلتر، نختار النوع ديال الفلتر، نقدر نوضح حتى ابيض بحال مثلا بهذا الشكل. حاجه اخرى، ما بين الصوره والصوره كيف ما كتشوف كاين واحد المربع، هذاك المربع غادي نزيدو فيه واحد الاف في، يعني الا كليكيت على المربع غادي تخرج ليا واحد لا ليست ديال لي اف في. هنا زوم مثلا الا درتها بهذا الشكل كيعطينا كيفاش، هنا عندنا سبيد ديال الصورة ديال لي في،
واش بغيتها تكون مزروبه واش بغيتها تكون ثقيله او ما شابه ذلك. فلي درت اوكي ورجعت الاول ديال الفيديو ودرت بلاي، غادي تكون النتيجه بهذا الشكل، يعني من الصوره الاولى كيفاش زدنا للصوره الثانيه. حاجه اخرى يمكن لي نتحكم في المده ديال الفيديو، كيفاش؟ يكفي انني نسيليكسيون واحد الصوره ونزيد فيها او ننقص فيها بهذا الشكل هذا. ف اذا كانوا عندي مثلا تصاور قلال وبغيت ندير واحد المده ديال 5 دقائق او 10 دقائق، يكفي انني نكبر هاد لابار ديال الصوره بهذا الشكل هذا، غادي تكون يعني الصوره كدوز واحد المده اللي هي طويله شويه والفيديو ديالي كيزيد يكبر. حاجه اخرى هنا كيف ما كتشوفوا معايا، هذه ماشي صوره ولكن فيديو، ولكن مع ذلك غادي نقدر ندمجها مع التصاور. غادي نعاود نجي للمربع اللي كاين ما بينه وبين الصوره بهذا الشكل، ونختار مثلا واحد الاف جديده، يعني كاين الاف هنا بزاف، ولا هبطتو حتى الاخير ديال الاف غادي تلقاو كيفاش تيليشارجيو الاف اللي كيخرجوا جداد. وهاد لابليكاسيون هادي كيف ما قلت لكم اللي هي مدفوعه، راه كل سيمانه كل 10 ايام كتكون فيه واحد لا ميزاجور وكيتزادوا فيهم الافيات جداد، فتقدر تيليشارجي هادشي كامل اللي هو مجاني بطبيعه الحال. غادي نرجعوا للفيديو، غادي نختار مثلا شي اف اخرى، على سبيل المثال غادي نختار هادي مثلا بهذا الشكل هذا. فمن غادي ندوزوا للفيديو، يعني غادي يولي الفيديو بهذا الشكل هذا. فمن الصوره دازت الاف ومن الاف كاين فيديو كيف ما كتشوفوا معايا الان. الطريقه راه سهله بزاف لحد الان، كنتمنى انكم تكونوا غاديين معايا ومتبعين معايا وهادشي اللي قلناه كله مفهوم. وهكا غادي نبقى غادي مع التصاور ديالي حتى نسالير، يعني ندير لي اف ديالي وانا غادي كنقاد الاضاءه كنقاد لي كولور حتى نسالي داك التصاور اللي عندي كامل. وكتبقى في النهايه هو انا نزيد واحد الصوت، يعني نزيد واحد الاوديو على الفيديو. فيكفي انكم تضغطوا على الاوديو كيف ما كتشوفوا هنا وتختاروا من التليفون الاصوات اللي نتوما بغيتوا ديروا. انا غادي ناخذ مثلا على سبيل المثال هاد الصوت هذا، يكفي انك تختار الاوديو اللي بغيتي وتكليك على الزائد وكيتزاد الاوديو لتحت واوكي. هذه من جهه، من جهه اخرى الصوت الان تزاد، وغادي نشوفوا التجربه. مزيان الصوت تزاد، الصوت عندنا الامكاني اننا حتى هو نديرو فيه بعض التعديلات. كيفاش؟ اول حاجه الا كنت كندير المونتاج لواحد الحاجه وانا كندوي فيها وبغيت ندير في الخلفيه واحد الموسيقى اللي هادئه مثلا، فخاص الصوت ديالك انت يكون مسموع، وهذاك الصوت ديال الموسيقى اللي انت داير في الخلفيه خاصو يكون ضعيف بزاف. كيفاش؟ غادي نسيليكسيون الاوديو ديال الخلفيه اللي راني داير بهذا الشكل، ونجي لهاد المسمع ديال يعني المكبره ديال الصوت، ونقص الفوليوم ديال الخلفيه، يعني خصني نوصل 20 او 15 باش يكون بواحد الشكل اللي هو قليل اللي ما يديرونجيش ويخلي الناس يسمعوني. هذه من جهه، من جهه اخرى غادي نوريكم النهايه ديال الفيديو كيفاش دايره. انا عندي الاوديو راه مازال طويل كيف كتشوفوا، وعندي التصاور ديالي راه مسالاو ليا مثلا هنا، شنو غادي ندير؟ يكفي انني نسيليكسيوني الاوديو وغادي نمشي لهاد المقص اللي كاين هنا، هاد المقص، وغادي نقطع. هو عاطيني ثلاثه ديال الاختيارات، يا اما نقطع على اليسار او نقطع على اليمين. حنا بغينا نقطعو اليمين باش نساليو الفيديو تما، يكفي اننا نفعلو هكا ونديرو اوكي، والموسيقى غتكون سالات تما. الاشكال اللي كاين هو ان ربما الموسيقى حيت غادي تقطع من الوسط ديالها، يعني غادي تكون بحال تقطعت على غفله. الحل ساهل، غادي نسيليكسوني من جديد الاوديو وغادي نجي لهذا الرمز هذا كيف كتشوفوا معايا. شنو كيعطيني؟ كيعطيني انني نقص الصوت ديال الموسيقى بواحد الشكل اللي هو تدريجي. كيفاش؟ غادي نختار واحد 10 ديال الثواني الاخيره مثلا، غادي نجي غادي نكليكي هنا على الزائد، غادي يعطيني واحد البوان غوج كيف كتشوفوا فيها، وغادي نزيد شويه الاوديو وغادي نقص من الصوت بهذه الطريقه هذه مثلا، عطاني بوان ثانيه، غادي نزيد عاوتاني واحد شويه ونزيد نقص من الصوت، ونزيد شويه ونقص عاوتاني من الصوت، حتى كنخرج من الفيديو وما كتكونش واحد ديرونجمون وكندير اوكي. الى رجعت لهاد البلاصه الاخرى نتوما غادي تشوفوا بلي الصوت كان مجهد مرتفع، وجات واحد النقطه فين درنا لا موديفيكاسيون
وبدا كيقلب بهذا الشكل هذا. حتى كيسهل لحد الان كنظن راه كلشي واضح وكلشي باين. هذه الخدمه اللي درنا على التصاور راه ممكن نديروها حتى على الفيديوهات. انا غادي نخرج من الابليكاسيون وغادي نعاود ندير فيديو هذه المره باش نوريكم كيفاش تقطعوا الفيديو، كيفاش نقصوا منه الحوايج اللي ما بغيناهاش تبان، وكيفاش نزيدوا فيه، وكيفاش ندخلوا عليه الافي. من جديد غادي نمشي للشاشه الافقيه، غادي نمشي لا ميديا، وغادي نختار من التليفون الفيديو اللي انا باغي ندير ليه موديفيكاسيون. من بعد ما اختاريت الفيديو ديالي، اول حاجه بطبيعه الحال غادي ندير هي انني نقطع داك المقاطع اللي انا ما بغيتهمش يبانوا في الفيديو. كاين بعض المقاطع اللي ما كيكونش مصورين مزيان او ما مقادينش، فكنبغي نحيدهم من الفيديو. فالعمليه بسيطه، يكفي انني مثلا نسيليكسيوني الفيديو ديالي بهذه الطريقه ونمشي للمقص. المقص ديالي مثلا انا هاد اللقطه بغيت نقطعها من هنا، غادي نمشي للمقص وغادي نكليكي على هاد الاختيار الثالث في كاينه صوره وصوره وبيناتهم الزائد. فملي غنكليكي بحال هكا غادي يعطيني هاد المربع هذا من وسط جوج الفيديوهات، يعني ولو عندي جوج الفيديوهات فغادي نزيد حتى البلاصه اللي انا باغي نقطع. مثلا هاد البلاصه كلها بغيتهاش تبان، وغادي نعاود نقطع زائد من جديد، وغتولي عندي هاد لابارتي هنا الوسط غادي نسيليكسيونيها وغنجي لهنايا الزباله وغادي نلوحها بهذا الشكل هذا، وغتكون تقطعات داك اللقطه واضحه. كيبقى لنا داك المربع، هذاك المربع باش ما تبانش ان الفيديو ملي غادي يكون عادي غادي يبان ان الفيديو تقطع، حيت غادي يدوز من لقطه للقطه بواحد الشكل سريع. فداك المربع كيف ما درنا في التصاور غادي نمشي وغادي ندير ليه واحد الافي اللي غادي تكون مزيانه، وغادي تخلي الشكل اللي يكون عادي. مثلا الا جيت بحال هكا نعطيه الصوره اللي بغيت نديرها، وغتكون القضيه ولات بهذا الشكل هذا. كيف ما رحتوا معايا كتكون واحد الافي وكيدوز الفيديو للجهه الاخرى باش ما تبانش لينا هذه المسائل كامل. انا غادي نعاود نرجع للفيديو الاصلي كيف ما كان في الاول، حيت اصلا هو صغير. هذه من جهه، من جهه اخرى راه ممكن نعدلو على لي كولور كيف ما قلت لكم ديال الفيديو. نجي ونختار مثلا نزيد في الكولور او الحموريه او بهذا الشكل هذا كيف بغيت. ثاني حاجه هو انني نقدر نكتب اي حاجه بغيتها، يكفي انني نجي ونكليك على هذا الرمز هذا بهذا الشكل وكيعطينا هذه الاختيارات. هذه الاختيارات هذو راهم كثيرين، وهاد لابليكاسيون راه ما غاديش تسالف فيديو واحد ولا جوج ديال الفيديوهات، لكن ان شاء الله غادي نديروا فيها سلسله ديال الحلقات، وكل مره غادي نوريكم حاجه، لان فعلا هذا البرنامج راه موسعه وتقدر تخدم به فيديوهات احترافيه بواحد الشكل كبير. نرجعوا للكتابه، يكفي انك تكتب على التي وتكتب النص اللي بغيتي سواء بالعربيه او بالفرنسيه. والحاجه اللي مزيانه هو ان كاينين بزاف ديال الخطوط، يكفي انك تيليشارجيهم في الابليكاسيون وغنوريكم كيفاش. مثلا انا غادي نكتب سامتك بهذا الشكل، ندير اوكي وكيجي التيست. التيست نقدر نكبرو ونقدر نصغرو كيف ما بغيت. عندنا هذا الحرف هذا ا كيعطينا الشكل ديال الكتابه كيف بغيناها، يعني غادي تلقى واحد المجموعه ديال الخطوط، مجموعه ديال لي ستيل كيف ما كتشوفوا معي الان. نقدر نختارو مثلا هذا، ندير اوكي، نجيو لهنا ونختار اللون اللي بغينا، اوكي وكيولي عندنا بهذا الشكل هذا. ونقدر نحطوه ونديبلاسيوه في اي بلاصه بغيناها، مثلا نقدر نصغروها هكا بهذا الشكل ونجيبوه هنا لتحت. في الاسفل ديال الفيديو هذا هو التيست اللي بالصفر، وهو نقدر نزيدو ونقص منه كيف بغيت. بغيتو يبان في الفيديو كامل، يكفي انني نجيبو حتى للراس ديال الفيديو ونمشي معاه حتى للخر ديال الفيديو بهذا الشكل، يكفي انني نزيد فيه بحال هكا وغتبان داك الكتبه في الفيديو كامل. حاجه اخرى هو انني نقدر نزيد واحد الانيماسيون على هذيك الكتبه كيفاش بغيتها تبان في الفيديو المره الاولى. هنا مكتوب عندنا انيماسيون، غادي نكليكي عليها وكاين واحد المجموعه ديال الاختيارات. مثلا درت لي بحال هكا فهو كيكون على شكل انك تبقى تسيني، وغادي يبقى يبان بحال هكا في الفيديو انه كيسيني مره. مثلا البوب وان بحال الزوم، وكاينين بزاف ديال الاشكال صراحه. او هذه انها كتكحاز، هذه انها كدور مثلا، او هذه اللي كطيح من الفوق. وعندنا لا فيتيس ديالها بطبيعه الحال كاينه هنا، يكفي اننا نقصوا منها وغتكون النتيجه هي هذه.
كيف ما كتشوفوا الكتبه كتدخل بهذا الشكل هذا وكتشد بلاصه. المهم في الاخر غادي يبقى الابداع لكم نتوما كيفاش كتصوروا داك الشيء غادي يكون. شنو اخر بغيت نوريكم اخرى هو كيفاش تيليشارجيو هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا. يكفي انكم تضغطوا على الزر هذا هنا اللي فوق وغادي يدخلكم لهذه المكتبه ديال الخطوط كيف ما كتشوفوا معنا الان. هي كاينه خطوط اللي هي كثيره بزاف، كاينه حتى الشينويه كيف ما كتشوفوا معايا الان، كاينه حتى الكوريه، وكاينه حتى الخطوط العربيه كيف ما كتشوفوا معايا. فيكفي انك تضغط على اي صوره بغيتي وتيليشارجيها. العمليه راه بسيطه بزاف كيف ما كتشوفوا. حاجه اخرى، كيفاش نجيب واحد اللوغو ديال القناه ديالي مثلا ونحطها فوق الفيديو، او واحد لاسيناتور او واحد التصويره. فيكفي اننا نجيو لنا ونمشيو لا ميديا ونقلبوا على اللوغو مثلا ديال القناه ديالنا فين كاين. يعني بعد نختار اللوغو ديالي بهذا الشكل وكنصغرو وكنكبرو كيف ما بغيت وكنحطو يعني في المكان اللي غادي يناسبني بهذه الطريقه. وبطبيعه الحال غادي نديرو على الشكل ديال الفيديو كامل، يعني من الاول ديالو حتى الاخير، وغادي يكون كيبان بهذا الشكل هذا. حاجه اخرى اللي بغيت نوريكم هي مثلا هذا المقطع الثاني، فيمكننا اننا يا اما نتقلوه يا اما نزربوه. يكفي اننا نجيو لهنا لهذا الكونترول هذا ديال لا فيتيس ونختار واش بغيت ننقص منه، يعني يكون غادي ثقيل، او انني نزيد فيه. مثلا حنا غادي نختار اننا نزربوه شويه، فغادي تكون النتيجه بهذا الشكل هذا. من بعد لفي غادي يدوز الفيديو اللي هو اسرع من العاده ديالو، هادي من جهه. ومن بعد غادي نزيدو عليه الموسيقى الى اخره. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما بغيتش نطول بزاف، ما بغيتش نفصل بزاف ديال الحوايج. غادي نديرو حلقات ان شاء الله اخرى اللي غادي نفصلو فيها كل وحده بوحده باش يكون الفيديو شويه قصير ما يكونش ممل. كنتمنى انه يعجبكم. الى عجبكم بطبيعه الحال خصكم ديروا لنا واحد لايك تكون زوينه، وتخليوا لي تعليق وقولوا لي شنو اللي بغيتو تعرفوا، شنو الحاجه اللي ما فهمتوش، شنو الحاجه اللي بغيتو تزيدوا تعرفوها، وان شاء الله يكون خير. السلام عليكم.